خلاصة أطيب ثلاث معروكات محشية ومبيعها بيكون عالي عنا بالمحلات، فخلينا نعلمكم إياها بالبيت بكل صدق واحترافية ونعطيكم شغلة تدعونا عليها. عنا كيلو طحين رح نستخدمه. هلأ أخواني الكرام، أنا رح نخول الطحين، يفضل أنه ننخول الطحين. هلأ منضيف عليهم 185 غرام سكر، تمام؟ لازم نضيف الأمور الناشفة مع بعضها. منضيف عليهم 35 غرام خميرة عجين، خميرة حية هي بيقولوا لها. إذا ما عندكم خميرة عجين فكافي تضيفوا 15 غرام خميرة بودرة. نفرطهم هيك بهذا الشكل. طبعا من سر نكهة المعروك هو المحلب. عندنا 2 غرام بيساوي معلقة شاي صغيرة، وعندنا 2 غرام شمرة بيساوي معلقة شاي صغيرة، وهدول كتير ضروريات بالمعروك. بكن بودر عندنا 5 غرامات بيساوي نصف ظرف. هلا عندنا ظرف فانيليا بيساوي كمان 5 غرامات. هلا بنخلط المواد الناشفة مع بعضها. نحط معلقة زبدة كبيرة من نوع فاخر بتساوي 20 غرام، وبدنا بيضة. طبعا عجينة المعروك يا غوالي بدنا فيها دسم عالي، فيا بتحطوا لها حليب بودرة وبتعجنوها بمي، يا مثلي بتضيفوا حليب سائل. انا حضيف 3 كاسات حليب تدريجيا حتى اصل للقوام المناسب، وانتو بتضيفوا الحليب حسب نوع الطحين الموجود عندكم، اما بتحتاجوا اكثر شوي او اقل شوي. بنبلش تحريك ودعك وغلوصة. يا جماعة كل ما دعكنا العجين افضل. يلي عنده عجانة الله يتم عليه، ويلي ما عنده الله يكرمنا ويكرمه. هلا بنحط لها تقريبا شي معلقتين زيت نباتي، بندعك فيه العجين ومننعمها فيه. شوفوا لي تمام. هلا اكثر شي بينطلب عنا بالمحلات المعروك العجوه والجوز هند وزبيب والشوكولا وموز. المحشيه لها طريقه احترافيه بالتسكير يمكن صعب حدا يساويها بالبيت، فهلا حعلمكم الطريقه مثل ما بنساويها بالمحلات وبطريقه رفع وادب، واللي عنده عزيمه صدقني يعني حتعجبهم كثير ويسالوكم منين جايبين هذا المعروف. هلا معروكه العجوه اللي بدنا نساويها تقريبا 250 غرام وسطيه، في اصغر وفي اكبر، انا حساوي 250 غرام. 250 غرام بتطلع معكم بهذا الشكل، تمام اخواني؟ هي بهذا الشكل، هي 250 غرام هيك، تمام؟ هي المعروكة العجوة. المعروكة الكبيرة لازم تكون عندنا طبقتين، مو طبقة واحدة بنحشيها وبس مرقة، لا طبقتين. الطبقة اللي تحت لازم تكون أصغر من الطبقة الموجودة فوق. هلأ حساوي قياس أنا كبير بيلولة عائلي، فحأختار الطبقة الموجودة تحت 200 غرام والطبقة الموجودة فوق 300 غرام. هلأ بنعمل هيك دهنة زيت هيك صغيرة، ندهن الطاولة تبعنا، نجيبهم لازم ندورهم بشكل متساوي 100%. ما بتنجح اي رقه اي شيء بالعجين الا تكون مدوره 100%. شايفين دوره بهذا الشكل. هلا الوش تبع الشوكولا وموز لازم نحط له سمسم، تمام؟ طبعا يفضل السمسم يكون ابيض ني، بس انا ما موجود عندي حطيت سمسم محمص، اما الموجود عنده سمسم ابيض ني افضل طبعا. هلا بنجيب اي شيء موجود عندنا انتم مخلينه بالبيت للعجين، انا مخلي هذا البشكير دائما لغطي فيه العجين، بنغطيهم بهذا الشكل. تقريبا بدنا نتركهم نص ساعه ليختمروا حتى نباشر شغل. هلا اخواني الكرام عندي بدنا نتبل حشوه الجوز هند هيك تطلع شغل ادب. عندي 200 غرام جوز هند هيك اولاد حلال وناس، وعندي 25 غرام زبده، وعندي 25 غرام سكر، و70 غرام زبيب، و100 غرام مربى. هلا في عالم بتحط قطر، وفي عالم بتحط دبس، وفي عالم مشكل يعني. انا بفضل بالمعروك حتى نحن بنشتغله بالمحلات مربى المشمش، حصرا مربى المشمش الممروط اللي بيجي ناعم. اول شيء بنضيف السكر، بنحرك السكر معهم، بعدين ننزل الزبيب 70 غرام، كمان بنحركهم. هلا بننزل الزبدة، الزبدة أو سمنة، يفضل زبدة بقري أو سمنة بقري المتوافر عندكم. هلا بنضيف المربى، طبعا هيك بتطلع عنا تتبيلة جوز هند وزبيب كتير كتير طيبة. هيك تتبيلتنا صارت جاهزة. هلا اخواني بعد ما تركناهم تقريبا ما يقارب النص ساعه بنجي بنشتغلهم. عجينه المعروك حصرا لازم نتركها تختمر لنشتغل فيها، وعندنا مرحله تخمير ثانيه. هلا بنبلش بالمرحله الاولى. طبعا انا جهزت صواني بهذا الحجم، تمام؟ عندي كذا صينيه حطيت فيها ورقه زبده، يلي ما عنده ورقه زبده ممكن يستخدم السمنه او الزبده يدهن الصينيه فيها ويستخدمها. بنبلش ندهن هيك شويه زيت، نعملها بهذا الشكل. طبعا رقتها تختلف تماما عن رقة البيتزا والمعجنات وكلها، هذيك بترق بطحين وبناخذ الشوك ونجيبه، هاي بدنا ناخذه هيك ونرجعه برجوه. ما بترق يعني ما بترق معنا غير بهذا الشكل، تمام؟ شايفين هذا الحجم هيك كافي تقريبا بهذا الشكل. هيك
شايفين هيك اخواني؟ هلا هيك هذا الشيء كافي. نجيب الثانية. هلا بعد ما جهزناهم بهذا الشكل لازم نحشيهم. نجيب جوز هند. جوز هند لا تنغروا بالحشوة، لازم تدعموها شوي، يعني على الفرن لسه بتخف شوي، فادعموها معلش. شايفين اخواني بهذا الشكل. هلا انا مجهز من عندي مجهز شوكولا نيوتيلا طبعا. عندي اليوم باين حملة تنظيف ماكنة عشان احسن نوم بالبيت. دعمت انا بالكمية. حطينا الموز للحشوة تبعه. اخواني اللي ما بينجح معه اي شيء من اول مرة ما يقاس، يحاول يجرب تاني مرة ثالث مرة بالكتير بتنجح، حسب كل شخص يعني وخبرته. يعني مثل مثلا النسوان اللي بتطبخ وهيك، يعني اي فيديو بتشوفه ان شاء الله على القناه شارحينه بشرح مفصل من اول مره بتنجح معه. فاللي ما يعني اللي ما نجح معه شيء يحاول دغري يكتشف وين العطل، بالفرن بالعجين بالطحين، يكتشف العطل وبيساوي من ثاني مره بتنجح ان شاء الله. هلا لا صار لازم نغطيهم. هي الرقة لازم الرقة أكبر من اللي موجودة معنا هون عشان نغطيها غطا ونلفها حواليها. آخر شيء نكسرها هيك الأحراف بهذا الشكل. نلبسها تلبيس. شايفين شلون إخواني لبسناها بهذا الشكل؟ ونلف العجينة على اللي تحتها. زاد معنا طرف أكبر، نلف ولف. شايفين؟ بعد ما لفيناها إخواني نعملها هيك. هيك صارت معنا جاهزة. هلا وصلنا لتبع العجوة. طبعا أنا مجهز تقريبا 100 غرام عجوة، دعكة بسمنة أو زبدة اللي متوفر عندكم، أنا دعكة بسمنة وزيت. ايه لحتى طريت معي بهذا الشكل. شايفين سويها هيك بهذا الشكل، نسكرها هيك بهذا الشكل، وبدنا نلفها عشان تجي على الكل، تتوزع العجوة على الجميع. في منشد هيك ومنلف، خليها هيك بهذا الشكل مربعة، منشد ومنلف حتى تخلص. شايفين هيك بهذا الشكل، بعدين نفتحها. نحاول فتحتنا ما نضغط على جنب اكثر من جنب، بحيث يعني تكون العجوه معنا متوزعه ومتساويه للكل. نجيب كمان صينيه معنا، ونجيب اللي عنده مشحاف مقص سكينه اي شيء. انا حستخدم سكينه. طبعا في هون هي بالولا مثل هيك قفله، هذا الخط هي لازم نخليها لتحت بهذا الشكل. نجيب اي سكينه موجوده عندكم لازم نقطع فيها، يعني حاول قطع متساوية. نجيب السمسم هون عندنا، نفترها هيك بهذا الشكل، بدنا نسكرها على بعضها. شايفين اخواني هيك بهذا الشكل، هيك صارت جاهزة. لما نجيب دبوس، شايفين هدول هيك عبوا هواء، لازم نثقبهم شوي عشان ما ينفخوا بالفرن، يعني كم ثقب. هلا هون بهي المرحله بنكون مشغلين مي على طنجره تمام، لانه بدنا نحطهم بقرن نخمرهم. هي طبعا من اسرار معروك، لازم نخمرهم، وتخمير بخار مو حراره. وهلا بعد ما غلت المي عنا نفتح الفرن، بنجيب نوزعهم. مثلا حط هاي هون، حط هاي هون، حط هاي المعروكة هون. تمام، عندي هون جات بيركس حاطه. شايفين هاي البخار عم تطلع، هي اللي بدي اياها، هي اللي حتخمره. سكر عليه هون. هلا يا اخواني صار تخميرهم جاهز. تقريبا انا اكلوا معي شي 3 ساعة. شايفين هلا البخار عم يطلع، هي اللي بعجوة ما شاء الله ما شاء الله ذهب. هلا هيك اخواني يعني ما لا ندهنهم شيء، لا بيض ولا اي شيء.
هلا اخواني نفتح الفرن بعد ما حميه وننزل الاولى. حاول ننزلها على الرف اللي تحت، شايفين اخواني هيك بهذا الشكل، ونسكر. هلا يا اخواني صارت جاهزه الاولى، تعالوا شوفوا لي هالشوفه ما بترحم. بسم الله، شوفوني على هالذهب، شايفين هيك اخواني، نجيبها لهون وناخذ هاي الثانيه من الا تعالى الا اكس بينا لحينك. طبعا ليش انا بحطها تقريبا يعني بالرف اللي مايل للتحت؟ لانه نحن لما نخبز بالافران الحجر، فرن الحجر ارضيته حاميه، فلما نحط اي شيء عليه سواء كروسان او معرو فورا بتنهض المعروكه من الارضيه الحاميه، فهون بنحطها الاقرب للتحت. ويفضل اذا في الفرن مروحه نطفي المروحه، نخليه فقط على الحراره بتطلع اذكى واطرى. اذا ما تسقسقت المعروكه ما طيبه. استويت الثانيه يا خالي، استوى الرزق، تعالوا لكم. تعالوا بسم الله ناخذها هيك، نجيبها لهون وننزل اختها الا توكلي على الله، ونسقسقها. يلا يا خالي المعروك طلع من الفرن يا خالي، بسم الله. ايه الله يبارك بهالرزق. جيب هيك السمنه، يا سلام. هلا يا اخوان بنجيب شوي من مربى المشمش الموجود عندنا، ولازم ندهن وش المعروكات اللي عندنا فيهم، بتعطيه هيك طعم كثير طيبه وبنفس الوقت زكاوي، وبيضل هيك اطيب من القطر يعني. هيك ناخذ جوز الهند. هلا هيك معروكاتنا صاروا جاهزين. خسه شايفين؟ هيك بتعرف المعروكه الناشئه. شايفين يا جماعه لازم تكون هيك مثل الخس. بتعملها هيك مخده. انا من زمان على فكره عم دور على مخده مريحه. نجيب سكينتنا هيك. لازم ندوق، بتعرفوا انتو. ايه بسم الله. نقطعها هاي. نحن سخنين بس يا اخي. بسم الله. شايفين هيك يا اخوان؟ شايفين جوز الهند هيك بقلبها وزبيب؟ شايفين شلون خسه؟ هيك المعروكة، هي المعروكة الناشفة، بتجعلك هيك جعلك، شايفين؟ شيء خرافي بيكون. هي تبع جوز الهند وزبيب لازم تجربوها. عن جد شيء يعني ناهي. يا سلام جد معروك، لما نقول معروك يعني معروك. هذا التمر انا مساويه على ايدي، ف يعني لما بتساوي التمر كمان على ايدكم بكون اشهر، بيكون اطيب. هاي انا تركتها لاخر شيء. ايش لاخر شيء؟ شوفوا لي، شوف الموز مع الشوكولا، شيء ناهي ولا اروع من هيك. يا سلام، ايه تصر عصر. هي يا جماعة، عن جد شي خرافي. عن جد لما تذوقوا هي الموز والشوكولا شي رهيب. أنا أعطيتكم يا جماعة اليوم خلاصة أفضل ثلاث معروكات، يعني هدول أطيب معروكات، وصدقوني شي طيب. كان معكم الشيف بلال عمار، سلام.